بيان صدر من وزارة الخارجية، البيان تحدث عن ضبط بوصلة الأمم المتحدة وكيفية تحرك الأمم المتحدة في القضايا السودانية. هل تعتقد أن هناك شيئا ما يشير إليه هذا البيان باعتباره أنه مثلا غير راضي عن هذه الإحاطة التي قدمت في مجلس الأمن؟ نعم، هو غير راضي، وده بيمشي في 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 اتساق كامل مع رؤية ال قبل كده كان في تصريحات طلعت من بعض الحركات الحاملة للسلاح. نعم، اعتقد انها حركة العدل والمساواة ولا حركة اخرى. المهم انهم كانوا بيتكلموا عن انهم ما كانوا بيتوقعوا انه تحصل مقاطعة ويحصل وقف للمساعدات الإنسانية والمساعدات التنموية من المجتمع الدولي بعد الانقلاب. وده كان امر غريب شويه، لانه معروف انه البعثه المتكامله للامم المتحده في السودان هي لدعم الانتقال الديمقراطي، فحينما وهي عباره عن باكيج متكامل، فيه الدعم المباشر، فيه دعم ثمرات، فيه دعم النازحين، فيه اعاده التوطين، فيه دمج القوات. يعني هي عباره عن حزمة كاملة لمساعدة السودان في الانتقال نحو الحكم المدني. فلما يحصل قطع للطريق أمام الحكم المدني، ما أعتقد أنه بيتصور أحد أنه دعم الانتقال الديمقراطي حيمشي بنفس المستوى اللي كان ماشي فيه في الأول، لأنه البعثة أساسا عندها هدف محدد. فأعتقد الآن تصريح الخارجية السودانية بصف في نفس الاتجاه، فبتقول انه الامم المتحده شغاله في الشغل السياسي، او البعثه الامم المتحده شغاله في الشغل مهمله ولديها مهام اتت من اجلها يجب ان تعمل او تهتم في هذه المناحي. نعم، اللي هي النازحين واللاجئين ودمج القوات وكذا. ولكن كل الاجراءات اللي بتعملها الامم المتحده ينبغي انها تساء كلها من اجل التحول الديمقراطي.